السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. استغفرك ربي وأتوب إليك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية موضوع رمضان صبحي والحركة اللي الناس كلها بتتكلم عليها بتاعت هش ومش هش وبتاع، انا ما زعلتنيش، تزعلني ليه يعني؟ لا، لاعب انت عملت معاه كل حاجه وهو ما تمرش في اي حاجه، حضرتك انت منتظر منه يعني يقول هش واكتر من هش، بيقول هش للجمهور اللي كان بيروح لحد عنده ويبوس الفانيلا علشان الجمهور يرضى عنه. ما تفكير صبيان لسه، وعنده كام سنه؟ مع احترامنا يعني رمضان عنده كام سنه؟ فاي حاجه تصدر منه، وبعدين زي ما قلت لحضراتكم خلاص صفحه وانتهت. انا ازعل من واحد غلط غلطه وهو بقى عليا، او غلطه غير مقصوده، لكن واحد ما قطع كل الخيوط تزعل منه ليه؟ عادي. مع رمضان صبحي بالنسبه لي دلوقتي ما يختلفش كتير عن اي حد، عن خالد الغندور لما بيهاجم النادي الاهلي، عن احمد جمال لما بيهاجم النادي الاهلي، عن مثلا مرتضى منصور لما بيهاجم. ما بقاش في صفك، بقى خلاص صف تاني. ها، ما بقاش في صف، خد صف تاني يعني. فانت تزعل منه ليه؟ اوعى اوعى تزعل، اوعى تفكر اي حاجه يعملها تزعلك في يوم من الايام. هو هيعرف قيمه النادي الاهلي لما الجماهير ترجع، وان شاء الله هترجع في يوم من الايام، الجماهير هترجع يعني. لكن سيبك من قصه، طبعا شادي محمد رد عليه بمناسبه هش دي، قال له ايه؟ بتعمل هش لمين وليه؟ بتعمل هش لمين وليه؟ وشك مسفر والرعب في عينيك، وهو في الاعلان الترويجي وشك مسفر والرعب في عينيك، وصوت الجمهور هيوقع التوكه، خلصانه صوت الجمهور هيوقع التوكه. جاب له من الاخر يعني، الجماهير لما الجماهير هترجع هتعرف قيمه الاهلي وقيمه جماهير النادي الاهلي. يعني ايه النادي الاهلي؟ انت بتروح بتلعب تقبض قرشين والملعب فاضي، لكن الجمهور الحقيقي اللي بيرج الملعب يبقى اقول له هش، مش انت عملت هش؟ يبقى اقول له هش في الملعب لو فضلت اساسا. زي ما بقول لحضراتكم، هو اتكلم وقال على الحركه ديت، تقتنعوا بقى وما تقتنعوش زي حالاتي كده. المهم قال لك الحركه بتاعت اني بحط ايدي على بقي دي، اني هو في الاعلام بعملها على طول، وحتى لما بجيب جوه اهداف مستحيل اكون اقصد بيها حاجه معينه زي ما بيتقال دلوقتي. انت حر تنفي او ما تنفيش، حتى وانت بتجيب اجوان بتقول للمنافس، وانت بتقول هش ليه؟ الا هو انت بتقول هش لمين؟ يعني بتقول لجمهور النادي الاهلي؟ بتقولش لجمهور المنافس واحنا رقم واحد ونمبر 1 وهش والكلام الفارغ اللي انت كنت بتعمله، الافلام الحمضانه اللي انت كنت بتعملها دي. ده بالنسبه برضه بالنسبه لرمضان. المبلغ يا اخوانا انا مش مصدق. رمضان صبحي غير اللي اندفع فيه في هدرسفيلد، يعني غير اللي بيراميدز دفعه النادي هدرسفيلد، رمضان جايب 12.5 مليون دولار. رمضان رايح بيراميدز في 5 سنين بمبلغ اكبر من اللي راح بيه كينو. ايه 200 مليون اقسمهم قول على 16 يديك 12.5 مليون دولار. رمضان 12.5 مليون دولار في لاعب مصري، يعني في الدوري المصري. ايه ده يا جماعه؟ ايه ده يا جماعه؟ ده محمد النني بيتهيألي بياخد في ارسنال ما بياخدش الرقم ده. ده بيتهيألي اللاعب تريزيجيه في استون فيلا ما بياخدش الرقم ده. ايه في ايه في ايه في إيه يعني؟ هو ربنا يعوض عليكم يا بيراميدز في المبلغ، لانه مش هتستفيدوا شيء يعني. بالنسبه للكابتن احمد شوبير علق على كلام رمضان صبحي في، وزي ما قلنا الراجل بيقول لك راح عشان بطولات مش راح عشان فلوس. رمضان صبحي بيقول لك ايه؟ او الكابتن شوبير بيعلق على موضوع رمضان بيقول لك ايه؟ مفيش حد يقدر يصادر على حقك انك تمشي من النادي الاهلي، وان ده مستقبلك وانت اللي بتقرر تمشي ازاي. لكن دي نصيحه مني ليك يا رمضان، ما تخسرش اي جمهور الفتره اللي جايه، خصوصا ان عندك في بيراميدز مش هتلاقي جمهور يساندك. وحوارك في انك رايح بقى علشان تحقق بطولات مش منطقي، لانك كنت في النادي الاهلي، نادي البطولات. هو النادي الاهلي كان بيحقق ايه؟ كان بيحقق بطولات يعني بطولات ترمس مثلا، بيحقق بطولات ايه يعني؟ كان فانك رايح علشان الفلوس، والامر مادي بحت.
وده كلام عادي ما يزعلش، فيتقال عادي من غير كسوف. لا، ما هو لازم ينكسف، هيسيب الشمس او القمر وينزل على الارض. قال لك من غير كسوف، ما دام بتتكلم في احتراف يبقى نكمل للاخر احتراف، نتكلم بقى. يعني انت بتقول احتراف ومش احتراف، وانت بتقول عشان لا احنا في احتراف بقى، انت رايح عشان فلوس والامر احتراف وانتهى. وسبحان الله في نفس توقيت، هو شو بيقول، نفس توقيت تقديم رمضان، طاهر محمد طاهر صفقة النادي الاهلي الجديدة سجل هدف عالمي. دي خطوة انت شايفها صح يعني لرمضان، ممكن ان شاء الله بامر الله طاهر محمد طاهر مع النادي الاهلي سيعني يطمس معالم رمضان صبحي الى الابد. واللي خرج من النادي الاهلي قصته انتهت، قال لك خلاص رمضان بيكمل برضه، خلاص اتصرف على هذا الاساس، مطلوب منك ان تكون اضافه لفريقك والمنتخب، ومطلوب منك جهد كبير الفتره اللي جايه في مشوارك بكره القدم. رمضان يا عم انتهى، رمضان خلاص. بالنسبه لمرتضى منصور، مرتضى منصور اتكلم عن سيد عبد الخفيز. على ما يبدو ان تصريحات سيد عبد الخفيز الاخيره اثارت غضب مرتضى منصور لما اتكلم عن موضوع الافه وستموني واللي يحس بوجع الافه. مرتضى منصور طبعا اتكلم عن سيد عبد الخفيز وهاجم سيد عبد الخفيز، سيد عبد الخفيز اخواني يا خطيب، سيد سكسيكا تقدر يا سيد، نفس الكلام اللي بيقوله كله، مفيش جديد. سيد عبد الخفيز عنده الجديد وبيحرك المياه الراقده يا استاذ مرتضى. يعني مجرد ان قال في رئيس نادي انضرب على افاه، السوشيال ميديا كلها اتقلبت. انت مفيش ابداع. انا متصور انك ما بينك وما بين، والله متصور عندي احساس كده، ما بينك وما بين نفسك معجب بسيد عبد الحفيظ وبشخصيته وباسلوبه، وقلت يا لو في احتراف مديرين الكره كنت جبتك تحترف عندي. لكن ده السيد عبد الحفيظ لا يباع ولا يشترى يا استاذ مرتضى. بينك والله بينك وبين نفسك احساسي الداخلي انك يعني يعني زعلان عشان سيد عبد الحفيظ ده مش في صفك، زي ما يقولوا كده يعني غيران من سيد. ازاي كلمه بيقولها بيحرق الدنيا، انما انت تقعد تقول لي روح صور قدام بيتك وانزل الفيوم، نفس الكلام، نفس الكلام، مفيش جديد ولا حاجه بتحصل. الناس بتقول كلام عادي، ما انت قلت ايه الجديد يعني؟ مش بس كده، قال لك بقى عايزين بقى يا سيد، مش كل شويه انت تقول وانا ارد عليك، كل شويه نرد على بعض يعني، ركز مع فريقك. طب هو كلام سيد عبد زي ما هو رد فعل، انت في مشكله في النادي الاهلي، انت مالك يا استاذ مرتضى؟ انت وابنك امير تطلع تقول الكهرباء ضرب ده وضرب، انت مالك؟ ولما طلع رد على كلام، مش هو اخترع كلام ولا هو كان رد فعل. فانت دلوقتي نعتبره استسلام، يقول لك من فضلك ما تجيبش نفسك الكلام وابعد عن الزمالك، مش هنقعد كل شويه نرد على، انا هعتبرها انسحاب او رفع استسلام امام سيد عبد العزيز او رفع الرايه البيضاء. بالنسبه لمرتضى منصور وهاني ابو ريده واجتماعات الاتحاد الافريقي بخصوص تاجيل نصف النهائي، طبعا قلت لحضراتكم من مصلحه الفيديو اللي فات، من مصلحه مصر ان نصف النهائي يتاجل عشان الدوري ده يكمل، ونقدر نحدد مين الفرق اللي هتروح كونفدراليه ودوري ابطال، ونشوف كنا هنلحق نلعب كاس مصر ولا لا. مرتضى منصور اعلن بشكل صريح انه رافض تاجيل لنصف نهائي افريقيا، وهو مش بمزاجه يعني. لكن هناك شخص يدعم راي مرتضى منصور وهو هاني ابو ريده. فوزي لجع رئيس الاتحاد المغربي والناس كلها بتتكلم على ان تاجيل نصف نهائي ده هو الاكيد، وبرضه بسبب الكورونا وغيرها بسبب، وبرضه فاطمه سموره بتدعم قرار التاجيل مع احمد. لكن هاني ابو ريده، شفت بقى العجب، هاني ابو ريده يرفض التاجيل يعني وبيدعمه ده رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. انا مش فاهم ليه يا عم ابو ريده انت رافض التاجيل؟ وهل الكوره بتدار لمصلحه الكوره، او انت في موقع بتدار على مصلحه الكره المصريه، ولا بتدور على مين يرضى عليك يعني، او مين يرضى عنك يعني؟ فانا مش فاهم. بالنسبه لمحمد هاني، محمد هاني بعد لما سئل عن لقب ناشئ، ان بتقول ايه مثلا الناس اللي بتقول انت لسه ناشئ وبتاع، دخل في فينا شمال ودخل جمهور الاهلي، قال لك مين دول اطفال سن 9 و10 سنين واللي عاطلين واللي مش شغالين واللي وانا مركز. طبعا رد الفعل ده اغضب جميع الاهلاويه وانا واحد منهم. انت ازاي لما بنقول ان محمد هاني جاي انت تقول دعمكم وحبكم ماشيين بسبب دعمكم وانتوا الدعم الاول، لما نقول شد حيلك او ادائك مش جيد بقينا اطفال 9 سنين؟ فمحمد هاني تراجع. لكن
قال لك ايه، هو حب كتب على تويتر توضيح لكلامه. اول هام، المفروض انت بتقول كلامك، ما احناش يعني الكلام اللي بتقوله مش هنجيب مترجم يترجمه، المفروض تقول واضح وشفاف. ثانيا بيقول انا اقصد، يعني كتب على صفحته للتوضيح، المقصود من اطفال 9 سنين من يسب امي وابي بعد كل مباراة سواء كنت جيد ام لا، وانا اتقبل اي نقد او اي وجهة نظر اكثر وجهة نظر من جمهور النادي الاهلي المخلص للنادي، ويعني ونتمنى الدعم الفترة القادمة. بص يا عم، انت اللي بتقول ناشي، اولا السؤال لما توجه لك عن لقب الناشي، مش تقول ايه للناس اللي بتشتمك، عن لقب الناشي. فاحنا هناكلها بمزاجنا، لكن اتمنى ان مجلس الاداره ما يعدهاش. اتمنى يا محمد يهاني بدل ما ترد علينا ترد في الملعب. اتمنى يا محمد يهاني تبقى لاعب كبير بقى كده، تشيل لقب الناشي، ولو ما قدرتش ده يا هاني تعمله، بدل ما تلعب في نادي الاهلي روح العب في التين يا حبيبي، روح العب في التين. ادينا في قلنا كده كويس، هنقبلها وهناكلها، لكن لو ما ركزتش معلش يعني ما انتش نافع في الملعب ومش مركز في الملعب وادائك في الملعب مش جاي، وطالع تدينا دروس كمان وتشتمنا معاطلين وبتاع. ان ايه يا اخوانا، هو يعني انتوا اللي بتقبضوا وانتوا اللي بتصرفوا وفي الاخر تبيعوا النادي وفي الاخر تروحوا هنا او هنا، والجمهور اللي بيدفع من جيبه عشان يروح يحضر وبيدفع وبيتهان وبيتبهدل من الناس وبيدافع عن النادي ومجلس اداره ضد ناس عايزه تخرب مجلس الاداره، في الاخر احنا بقينا الناس بقت عاطله. ايه ده؟ ايه التناكة وايه اللي ركز يا حبيبي في الملعب، ركز يا حبيبي. ده بالنسبة لمحمد هاني. بالنسبة لعصام الحضري طبعا على موضوع رمضان صبحي مع أحمد ميدو، وسأل له سؤال إن هل ممكن رمضان صبحي يرجع الأهلي تاني؟ أنا عايزك تسمع يا شريف، عايزك تسمع يا رمضان. قال لك الحضري جاوب بإجابة واضحة وصريحة، قال لك لأ. ما هو نفس الموقف بتاعي، لو هو رجع وشريف رجع أنا هرجع الأهلي. ودي حاجة يعني بحسب، ودي حاجة تحسب للأهلي، إن في مواقف ما فيهاش كلام. يعني شوف عصام الحضري رغم خروجه وإنه وسط ناس كتير عشان يرجع النادي الأهلي والنادي الأهلي رافض، وشايف إن دي حاجة تحسب للنادي الأهلي، إن اللي بيخرج ما بيرجعش. يعني هو المفروض نفسه بيموت، هيموت إنه يرجع. قال لك والموضوع ما بيتوقفش على المجلس ده، أنا عدى عليا 3 مجالس أهو وما رجعتش. يعني يقول لك قصة مش قصة الخطيب ولا قصة محمود طاهر ولا قصة حسن حمدي، لا كان وجود حسن حمدي مشيت، جه محمود طاهر قلت ممكن ارجع ما رجعتش، لا قصة مش قصة رئيس نادي او مجالس ادارة، ده سيستم ونظام في النادي الاهلي. عصام الحضري اتعلم وندم، لكن في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله.